ضرس العقل، لماذا سمي بهذا الاسم وهل يجب أن نخلعه؟ كل هذه الأسئلة أجاب عنها الدكتور حمدي. نتابع. ضرس العقل، ليه سموه ضرس العقل؟ أمتين بيظهر ضرس العقل؟ لازم أخلعه أو لا؟ ضرس العقل هو آخر ضرس بتم، الضرس الثالث. سموه ضرس العقل لأنه بيطلع بين عمر 14 و25 سنة أوقات أكثر. ثلاث حالات لضرس العقل، يا أما بيكون مش موجود كلياً وهذا بيريحنا من مشاكله، يا أما بيكون طالع بشكل طبيعي وبيتعامل معه كضرس طبيعي، أو بيكون مغمور. إذا كان مغمور فيكون مغمور كلياً بالعظم، فيكون مغمور كلياً باللسة، فيكون مغمور جزئياً باللسة. مشاكل ضرس العقل، إذا كان ضرس العقل مغمور جزئياً، الأكل رح يفوت بين النيرة والسن ويصير فيه بكتيريا مع وجع، تسوس واحتمال دم على الأكل. إذا كان ضرس العقل مغمور كلياً باللسة وهون انجرحت بصير عنا وجع قوي مع التهاب بنسميها بيريكورونيتيس، هذا وجع كتير قوي للمريض. إذا كان ضرس العقل ضاغط على عصب الحنك في احتمال وجع بالفك. إذا كان ضرس العقل مائل وهون ضرب بالسن اللي قدامه، هون من وراء الأكل بيتسوس السن تأكل بالسن تأكل للعصب بيعمل خراش، وجع، انتشار بالعظم، أوقات بيروح على الوجه بيصير في سيلوليتس، هون مضطر نودي المريض على المستشفى. خلع الضرس بيصير يا عادي يا أما بعملية. عملية خلع ضرس العقل بتصير بالطريقة التالية. أول شيء طبيب يبنج المريض بالمنطقة اللي بده يقبع ضرس العقل وبينطر كم دقيقة. من بعدها بقص اللثة، بيبرد عظم تيخلق مجال تيقدر يقبع ضرس العقل، ويمكن يضطر يقصقص الضرس. بعدها بيخلع الضرس وبيقطب المنطقة وبيعطي التعليمات والإرشادات للمريض تيعرف شو بده ياخذ أدوية وشو بده ينتبه من ناحية الأكل. إذا كان ضرس العقل طالع بطريقة مظبوطة، ما في سوس، ما في ورم باللسة، ما في أي إزعاج، والمريض قادر يحافظ على هالضرس وبذات الوقت يستعمل الخيط بطريقة منتظمة، ما في زلمة نقبع ضرس العقل، نخليه بالتم ويتعامل معه مثل ضرس طبيعي. طبيعي يكون في وجع خفيف وإزعاج، بس المريض لازم يتصل بطبيبه إذا كان في نزيف قوي، إذا كان في ريحة دم قوية، وإذا كان في وجع ما قدر يسيطر عليه مع أدوية الأوجاع. الإرشادات الطبيب اللي بيعطيها للمريض هي إنه يعد على شاشة نص ساعة يغيرها مرة تانية ويكبها، إنه ما ياكل طالما هو مبنج من ساعتين لست ساعات، ما يشرب مي على ساعتين، ما يمخمض أبدا كل النهار، أكيد كحول ودخان ممنوعين، ما يعمل رياضة ويتحاشى كل شيء سخن إذا كان عمل عملية.